الحقيقه كمان قبل ما نكمل حديثنا عن دوري الابطال، اكيد كلنا جماهير النادي الاهلي ومحبي النادي الاهلي منتظرين ان شاء الله يوم السبت ان شاء الله الساعه 6 مباراه العوده امام اتحاد مستيري التونسي، مباراه العوده بعد طبعا النتيجه والاداء الرائع اللي ظهر به النادي الاهلي في المباراه الاولى، وكانت خطوه مهمه جدا في بدايه الموسم ان الاهلي يظهر بهذا المستوى سواء على المستوى الفني او على المستوى الخططي او حتى على المستوى البدني، الاستعداد على قدم النساق. ومهم جدا المباريات اللي زي دي، مهم جدا وخطوره المباراه اللي زي ديت، صدقوني لازم يكون واصل، واعتقد اكيد واصل للجهاز الفني بقياده مارسيل كولر اللي بيعمل شغل اكتر من رائع لغايه دلوقتي على مستوى اللاعبين، كلهم لاعبين خبرات وعلى مستوى دولي حاسين باهميه هذه المباراه. يمكن بعض الناس بتقول المباراه محسومه، النادي الاهلي هيكسب، النادي الاهلي خلاص صعد لدور ال 16، ولكن حذاري حذاري من هذه المباريات، لان حتى على مستوى الاستعداد النفسي في كلام واضح، في كلام صريح حتى من كابتن سيد عبد الحفيظ، كمان عنده خبرات كبيره جدا في مواقف زي دي كثيره جدا جدا، بعض اللعيبه ممكن تكون هتستسهل المباراه، ممكن جدا يوصل لها خلاص المباراه ان احنا كده كده وصلنا، ولكن ده مش يعني مش في النادي الاهلي. ان شاء الله النادي الاهلي هيأكد تفوقه على فريق بحجم طبعا فريق اتحاد مستيري اللي قدم مباراه لا باس بيها وفريق جيد جدا. خلي بالكم الفريق جاي والمدير الفني بيتكلم يعني عنده ثقه في اللعيبه انها هتأدي اكيد اداء افضل اللي اديته في المباراه الاولى، كمان على مستوى فريق جاي مش خسران حاجه، يعني كل الماتشات الصعبه واللي انا يعني دخلتها حتى على مستوى الانديه الاوروبيه بتيجي بعض الماتشات كده الواحد يقول لك كده كده المباراه احنا دي ضمناها خلاص والموضوع سهل، وبتفاجأ جوه الملعب ان الموضوع ممكن جدا يتغير. كرة القدم يعني بلغة الكرة كده غدارة، اللي ما بيحترمش كرة القدم وبيركز في كل مباراة وبيحترم الخصم بشكل كبير جدا ممكن جدا النتيجة لا قدر الله تكون نتيجة عكسية. لكن من خلال الاستعدادات ومتابعتنا لفريق النادي الاهلي زي ما شايفين حضراتكم في جدية في التمرين، في اصرار، في عزيمة، لان لعيبة النادي الاهلي عارفه والجهاز الفني عارف احنا كجماهير مش هننبسط ان احنا كسبنا مباراه، لكن كل فرحتنا بتكون فرحه كامله بالبطولات، اولها طبعا ان شاء الله باذن الله عوده الدوري المصري لاحضان الجزيره، ده مهم جدا. الجزء كمان المهم جدا جدا كمان على المستوى الافريقي اللي احنا يا دوبك دي اول خطوه، يمكن كمان الخطوه لسه ما كملتش. ان شاء الله يوم السبت القادم باذن الله هيكون اكتمال لهذه الخطوه اللي هي بدايه للمشوار الافريقي، وان شاء الله صعودنا لدور ال 16. كل التوفيق لفرقتنا وكل التوفيق لجهازنا الفني الجديد، وان شاء الله الفرقه ان شاء الله يوم السبت يعني تفرحنا بكمان اداء على مستوى جيد ونتيجه ان شاء الله نتيجه جيده.